السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا كذا نوع من أنواع الاجتماعات، ده حسب الكود بتاع بريطانيا A C U K. طيب عندنا بيم كيك أوف، يعني قبل ما نبتدي المشروع بنبدأ نقعد مع بعض نعمل اجتماع، والاجتماع ده بيخرج البنكشن بلان، وده غالبا بيبقى مرة واحدة أو مرتين، يعني هو في الأصل مرة واحدة، بس لو في حاجة قلنا هنراجعها ونبعتها ممكن في اجتماع تاني نضطر ليه، خلاص مفيش مشكلة. طيب في اجتماعين برضه تانيين، بيم ريفيو والديزاين ريفيو، ده هنا بناقش مشاكل البيم وبناقش حاجات التصميم بتاعت البيم شمبلان، وفي اجتماع منفصل في موضوع الديزاين نفسه، هل في مشاكل هل في كذا. طيب عشان الاجتماع يكون ناجح لازم نبقى متفقين ايه اللي هنتناقش فيه، يعني النهارده هنناقش بيم، محدش اثناء ما احنا بنتكلم على الموديل، لا الموديل فيه معلومات ناقصه كده يقعد يقول لي لا ده في ديزاين، لا احنا الديزاين في اجتماع تاني للديزاين هنتناقش فيه، والاطراف بتوع البيم اللي هنا ممكن يكونوا نفس الناس او ممكن يكونوا مختلفين، فنحدد احنا هنتناقش في ايه ونحدد وقت الاجتماع، ولو الناس كلها يعني في حد اتاخر عن الاجتماع دوت احنا هنبدا 9. لو عدت الناس ان احنا بنبتدي لما العدد بيكمل هتلاقي اللي جاي 9:30 9:15، طب ده انا بتغدى، لا احنا جالك ايميل رسمي ان انت هتتم 9، ف9 ل 5 تبقى موجود وقاعد وجاهز للاجتماع. وبعد ما نخلص الاجتماع بنبعت ايميل مكتوب فيه كل النقاط اللي احنا اتفقنا عليها، بحيث ما حدش يجي بعد كده لا ده انا كنت فاكر كذا، لا ده الايميل هو جاي لك وانت ايه رديت عليه ان هو ده فعلا اللي احنا اتفقنا فيه، عشان ما يحصلش اي سوء فهم. لما كنا الكلام بيتقال شفوي الناس مش بتكذب بس بتنسى او بيختلف عليها الامر، انما لو هو مكتوب خلاص بيبقى الموضوع ادق بكتير. قدر الاجتماع بيبقى سيء، فانت لازم تظبط امورك، يعني اول الاجتماع ده اوف قلنا مره واحده، ده ممكن مثلا يكون كل اسبوع مره وهكذا. ممكن نتفق اجتماع الواقف، يعني اجتماع الواقف يعني انا هاجي لك واقعد معاك 10 دقايق واحنا واقفين، مش نقعد على الترابيزه لان ممكن ناخد وقت كتير، لا خلينا كده ايه 5 دقايق نتناقش. الايميلات ما بتنقلش المشاعر، ما بتوضحش الموضوع، لو احنا شغالين في نفس الشركه طب انا هاجي لك اقعد معاك ونتناقش وبعد كده ابعت لك ايميل اقول لك فيه احنا اتفقنا على كذا كذا كذا. تمام، بحط طبعا المدير بس في السي سي، ما حطش بقى الشركه كلها وصيح وبتاع، لا بيبقى عارفين مثلا ده وده اللي مهتم بالموضوع.